بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد المجيب من عرب جنرال نكس. اليوم راح اتكلم عن الالياسز الخاصه بالباش، كيف نتعامل مع الالياسز. الالياس عباره عن اختصار، تمام؟ لما تسوي اختصار المجلد، الاختصار هذا مو هو المجلد الحقيقي، انما هو طريق لايصالك الى المجلد الحقيقي. هذا هو الالياس، امر طريق الى ايصالك للامر الاصلي. لو كان الامر الاصلي طويل او ايا كان، او عندك امر اكثر من مره تستخدمه خلال جلسه معينه، ممكن تختصره. طيب خلونا نشوف. لنفترض عندنا الامر كلير مثلا، خلنا نسوي سودو ابت جيت ابديت عشان نملى الطرفيه كلام زي ما انتم شايفين. تكتب كلير عشان يسوي مسح. طيب كلير طويله، ليش ما نختصرها بسي مثلا؟ تمام، ممكن تكتب الياس سي يساوي كلير، انتر. الان خل لو سوينا كتبنا سي ضغطنا انتر راح يمسح زي ما انتم شايفين. هذه طريقه استخدام الالياسز، تمام. ممكن نختصر حاجات ثانيه، زي مثلا لو كتبنا، خلنا ندخل على مجلد مسميه ال اس اس، تمام. لو كتبنا ال اس هنا راح يعطيك ملفات زي ما شايف، ملفات ظاهره. في اذا حاب تظهر ملفات مخفيه ال اس ناقص اي. طيب راح نسوي اختصار للال اس هذه بحيث انها تكون هي ال اس اي. خلنا نكتب الياس الاس يساوي الاس اي، تمام. الان لو كتب الاس راح يستخدمه كانه هي. لما حابين نستخدم الامر الاصلي، تمام، يعني الاس اساسا هو امر اصلي بالنظام، تمام. احنا استخدمناه الياس او اختصار. كيف نقدر نستخدم الامر الاصلي بدون ما اننا نضيف حاجات ثانيه؟ تكتب علامات تنصيص، تكتب الاس راح يستخدم الامر الاصلي. لاحظ الفرق بين هذا وهذا. هذا اظهرنا مجلد مخفي، اللي قبل ما اظهره مجلد مخفي لانه امر حقيقي. ممكن نستخدم الباك سلاش نضغط الاس، ممكن تستخدم امر ويرز، تمام، تكتب الاس راح يعطيك مسار البرنامج زي ما انتم شايفين مكتوب بن الاس وبعدين هذا هو، تمام. لما انك حاب انك تلغي الياس معين تكتب ان الياس. طبعا كل الالياسات اللي قاعد اسويها هذه مؤقته، اذا سكرت الطرفيه راح تختفي. وزي ما قلت لكم هي فائدتها انك تستخدمها بجلسه. نجي الحين لفائده السي، نضغط سي انتر اختفى، تمام. نسوي ان الياس مثلا سي. لو جينا ضغطنا سي الحين يقول لك سي انه غير موجود. طيب كيف تحذف كل الالياسات بالجلسه اللي انت قاعد تستخدمها؟ ان الياس اي. الان حذف كل الالياسات اللي احنا سويناهن، تمام. عندنا الاس جرخ، اوكي تمام، الحين تمام كل شيء. طيب كيف نحتفظ بالالياسز انها تبقى معنا على طول؟ يعني نسوي اعدادات تبقى معنا دائما، نستفيد من الاعدادات هذه، تمام. ببساطه شديده، عندك مجلد او عندك ملف بالمجلد، عندك مجلد الهوم، الامر هذا او الملف هذا خاص بحفظ الالياسز لك على طول، او اي شيء خاص بالطرفيه، تمام. ندخل على سي دي بعدين نستخدم تلدي او تلدا، تمام. ثم نكتب ايكو. ايش هو الالياس اللي حاب تختصره؟ اكتب الياس مثلا سي يساوي كلير انتر. لا تسوي علامات اكبر من ثنتين وبعدين دوت باش ار سي انتر. الان عندنا الامر سي انحفظ على طول. كيف نبغى؟ طبعا اي شيء تضيفه هنا لازم تسوي اعاده تشغيل للطرفيه او تفتح طرفيه جديده عن طريق كنترول شيفت تي، تمام. نكتب اي شيء هنا، تمام، وبعدين نجي نضغط على سي يسوي لنا كلير، تمام. هذه طريقه الحفظ. اذا حاب تستعرض ملفات او محتويات الملف اكتب كات دوت باش ار سي، راح يوريك الاوامر اللي انت حافظه او اي شيء محفوظ جوا. زي ما انتم شايفين انا استخدم بعض الاوامر الخاصه بالابت كيت كاختصارات. هنا خلاصه الحديث، كيف تسوي الياس؟ عن طريق تكتب الياس واللي تستبيه ان الياس، وتكتب اسم الالياس اللي انت حاب تحذفه بحيث انك تحذف الالياس، او تسوي ان الياس ناقص اي بحيث انك تمسح جميع الاختصارات. ممكن انك تستخدم الباك سلاش عشان تستخدم الالياس الاصلي او الكلمه الاصليه بدون تغيير. ممكن تستخدم علامات التنصيص وتحط هنا الكلمه مثلا الاس. ممكن تستخدم ويرز علشان تشوف مكان الاس الحقيقي وين هو موجود. الى هنا انتهى الدرس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي وفي امان الله.